كان لنا أيها المواطنون أن نزهو ونفخر بالإرث العظيم الذي تلقيناه عن الأسلاف، فإن ذلك يجب ألا يكون الغاية التي نقف عندها مكتفين باكترار الماضي، نباهي بأمجاده ونعيش على ذكرى مفاخره، فذاك خلق الخامل الذي لا عزم له، وحاشا أن يكون العماني كذلك. فلقد أثبت دوما أنه ذهن متوقد وفكر متجدد وروح وثابة تطمح إلى ارتياد الآفاق، لا تنثني عن مطلبها إلا غالبة ظاهرة، ملء إيهابها النصر المبين. ومن هنا كان لزاماً أن نبني كما بنوا وأفضل مما بنوا، مستلهمين من عطائهم الإنساني العظيم، دافعاً إلى البناء والتعمير، وحافزاً إلى مزيد من الرقي والتطوير في تلاؤم مع العصر ومتطلباته، وتواكب مع التقدم العلمي الخارق ومقتضياته. وإلا كان المصير لا ريب تخلفاً شائناً عن الركب المتقدم، لا يرضاه لنفسه إلا خائر فقد قواه، أو خائف متهيب ترتعش خطاه، أو متبلد تحكر عقله فزهد في الحياة.